معكم على قناة موقع عرفني.com. كتير بنيجي نحمل ملف على انترنت داونلود مانجر بيظهر لنا رساله يقول لي يمكن العثور على الملقم زي الصوره اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي. طيب الحل ايه؟ الحل بسيط جدا، في ناس كتير ما بتعرفش الحل رغم ان هو بسيط جدا. كل اللي بتعمله ايه، هتقوم فاتح ملف، هتفتح برنامج انترنت داونلود مانجر، هتيجي على الملف اللي هو حصل فيه خطا لو هيكون ده مثلا، فاللي هعمله هعمل كليك يمين عليه وعمل حاجه اسمها تحديث عنوان التحميل. هيظهر لي رساله يقول لي اللي هو يبدا تحميل الملف او هيبدأ سيفتح صفحة على الويب، ده هتعمل له اوكي. هيقول لك هنا البرنامج في انتظار عنوان جديد من اجل استئناف التحميل. طبعا التحميل ده كنت بحمله من موبايلي فهو مش هيحدث اللينك. تمام، بعدها هيقول لك اوكي، بعدها تعمل استئناف، هتعمل خلاص ايقاف انتظار، بعدها تعمل استئناف التحميل، هتلاقي اللينك بدأ يحمل معاك باستكمال عادي، مفيش اي مشكلة ومش هيحصل اي خطأ. يا رب كنت توصل الفكرة. كان معاكم على انصار موقع عرفنيتكم. في النهاية متنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي، وتقدر تشترك بالنشر بديل الموقع عن طريق كتابة الايميل الخاص بك هنا وتضغط اشتراك، او تابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.